سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ما تهي بشع ميت هاي لا تكي بشي ميت معتك علون تعرف ماتك وحن نكون قبلنا دولة هاي رهضة نقول يا معلمين تي يا مملكة معتك هولكوا سافسن أيدين مي ونقول بحوس يشرني ما تهو معلم وين ومعلم هي قرن كان يدل كان يدولة دن آت كي آت كوه خيمة هلها ومعلم تي قرن لماذا جمهورية الصومالي لان لوجو واي نفق عليا لوجو واي مرق يمال يمسكح با أي كوبا بعضي ومعلم دلك يدت كشعب كرير الصومالي لان آت ياد كوه خيمة بدن وحن ونقول إسكوني مثال هرول اللي كشجع إن أنا مالي تقييمها وين لوينه إنه أنا وحن لكن كشجع يهدي له إلى هذا مالين تن صدق سنة يكون دوبه كسور يكتسي التاريخ هذا لغة ورهمه نما يكون عصب تهين نما تشرو جودية دبده با مالين تنور تنف بال نفا لواي نفيه لواي إيه قال جها أي نمر نفات هذا اللهم اغفرهم رحمة الله برار اللهم ارحم رحمة الله برار واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة انتي دلكن دفاع عيسى يقرن نمضن ونفوي ذي إلهي قبرية ده هو نوره إلهي جنة الفردوسة هو الراحية إلهي ميل ونعكسن لبضى الدارود انتي أقوان كتكت ينتي مسكح ذكر داو عنتي يغن إلهي هكا كابو أقوان تينا الله كوريو تاسوا إنقو ذا واجب way wax ugu qaalisan ee qofku ugu nicay ugu jecel yahay waa naftiisa naf baa baxday sidii Allah u naxariistay gaariye sheegay naf baa lagu waayay lagu codeeyay marka inaanu faatixada u marno ayaan soo jeedinaya faatixada inuu marno raga al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin talabaadinka hadlaya waxa weey waxay imageen nagu soo kordhay oo dalkan maanta sida aynu nagu way soo wada arkayno gacmahaana aynu duubanay afkana aynu duubanay waa xanuunka adduunyada oo dhan kala xiray xanuunka waxa laga hortagi karaa horta koowkii waa la bari alla bariga number 1 ka ah quraanka waxa ku yaala quraanka alla bari badan baa ku qoran sida ilaahay loo bariyeena ilaahay noogu tilmaamay bal aayad quraanka ka soo qaaday rabbana wala tuhammilna ma la daaqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmil kafirin macnaheedu hadu waxa weey rabbana wala tuhammilna ilaahu ha nagu qaadin ma la daaqata lana bihi waxaanan awood u lahayn maanta bal intaa adduunyadii oo dhani wataa soo way wada qaylisay dhammaan waxa la isugu wada meel geeyay inaan waxaasi la iskaga difaacaani jirin waxa kaliya tan la isugu soo ururiyay waxa weeyaan afkana xidha gacmahana xidha haystaabanina inagu waxaynu ahay dad muuminiina muslimiina diinteennuna waxay ka warantay wax badan ilaalinta waa la inooga waramo dad la midan marayso deseexa lagu moodan qadarka ilaahay waa halkiisi qofka waxa la yidhi alla barina isbambaanina meel bimacna ilaahayna bari meel baydhsan naseexo waa diintii deweeyaan waxay dadku inoogu maahmaahay marka inaynu isilaalinaa waa shay fiican laakiin waxa ka wada muhiimsan inaynu rahno ilaahay waxba awoodna ma lihi waxna qaadi kari mayno ilaahow taag laa xawla walaa quwwata إلا بالله العلي العظيم ومعنيه ذو تهي إنا إنان تمرنا لهين تاغنا لهين سيدا درتيت وحيد دي عافيمات كي يل سوچي دي دخاتير تيبا هل كان فردي دا مدح دي عافيمات كا فردي دا أغاسميه يمعلمين تيبا فردي دا تلا دا عافيمات كوان قادنا إنا بسم الله الرحمن الرحيم سيدا نمركو ربا أن هذا الكوش هكناي برنامج كنوح نقون شري برنامج سن لضلاع ومعد كعلون تعافيمات كوكوح صمحة هذي يعني سيدي تبكي مي واي سيدي تبكي مي قف كستو سوما لاندر و غرانيا قيمه هي نغو تاغنتي تا وها كا هل دون تاغا اسمي لكن انا وخي دون انا كا هلو معدكن يي تاريخ دو سومري
بعد كان ليرا إمك واحد مجيء صح لهذا إن هرجيسة سكول أوف هيلث ساينس ومجيء جدا بي سكول كان واحد الله أساسه يكون يسقال بقولي صدقني ومدرر بقول سنة جوردي ثملا وحكاها رام فيليا لبس النوع حنا هين بعد كاسي بقول سنة نجري أنت ضلك سواه في الحدينا وأنت ضلك هو جاميسة حق عاف ماتك هذي دخاتير تاي هذي الخالي يال تاي هذي مه هذي أمورسوين تاي يا هذي وحي على كلا تاي كوني يسقال بقول يصدق يوح معد كزو ساري كلا واحد لايق أنا مح هذي إن درس وتهي تلك يجوه سي مرو مربو سروسو كعي هذان أنت كعي ما ضد تاريخ ذي هره ما دام إنه حسين نبى دعيدين مي واحد نقوله صار نقول لي رجيم كأن لا تقال ماي أي حي إن معد كواحد دبلا الله فر الله بدي كوني يصدق هذي أنا جاي نبى حسين يا أحمد عبدي أو يمكن معلمين كاس تحديد واحد نارضي ذي لقو فري waxay isku wax laga bilaabo waqtiga meel aan wax bixin wax walba markan macallimiintu noo dhigayso macallimiintu waxaanu dhigi jiray oo aad baan ugu mahadnaqayaan imika halkan joogan maxamed waa kamid aad baan u hambalyeynaya iyagoo waxba haynin ay cilmigooda tuujiyeen seenu oran jiray wax walba waxaan ka soo qaad waxaan ka soo waxa ka soo qaadan wax ku baranay maanta macadka wax ka maqan haday aqoon tahay haday qalab tahay haday facility tahay haddii research tahay nooc kasta haday tahay wax ka maqan ma jiro waxaanu hoos tagaayo maamusha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliya macadku inta jiray ee taariikhda horumarkaynu ka nimaadno wuxuu imi ka soo saaray cududda shaqaalaha wasaaradda caafimaadka inta ugu badan ee Soomaaliya haddii yihiin nurse haddii yihiin midwife iyo haddii yihiin maxaaday ee qolada loo yaqaan maxaaday ee lab technicians iyo qaybo kale oo jiraan macadku inta uu jiray musnadihii u dambeeyay wuxuu ka qayb qaatay hawlo fara badan ba dalka soo dhacay maanta waxaynu xafladeenni weynayd aynu ku xusilnay diinmay ee qaran hoodhani halka uu soo wada bixi jiray ee anagu halkan habeenkii ugu soo jeedi jirnay imi kale hore kale habeenkii macallimiintii badankay macallimaamulka iyo halkan aan ku soo jeednay ardaydaydu si aan u weynayno xuskay diinmay laakiin wixii wax ka weyn baa imido caafimaad marka caafimaadka wax ka qaalisan ma jiro caafimaadkeenni baa yaa looga maarmuway إن الحسكين نعيد ولا بق ملقارك وقفص توقف ولا سجل وحص ويني ذي نجوا انتهى الدين مية قرن مية النواح ملقى بعد سماع لكن حلو كان شراء وجي الدنيا دي في مريخ نوح كده عيا ذرك سنة الدنيا دي كلوح كده عيا ذرك سنة أيا كاني إن إنه إسكو صباح يو دبل دقينا إنه ونا إنه يرى إنه سيمدد كين وبد بعد إنه حلو كا معني سواح إنه جوه رم دون تني مع حسين لكن وحن برشيد الرئيس وما لا نشجع يا inu macadku ka soo qayb qaatay abaari ugu dambeeyay inna soo maray oo ka geystay adeeg caafimaad tu taakuro tu farsamo tu aqooneed intaba inuu ka hawlgalay oo ka mid ahaayeen maaliyihii ay dadkeenu ku soo qaxeen galbeedka aan intaas soo cisho tagnay meeshii ugu dambeysay walaal waxaad meel ilka weyni ayahay macadku waxa qalo u tagay maxay haday koorasho caafimaad oo dadkan wax ku bariyay ardaydiisana wax ku soo bariyay abaarso berbera muxuu hayeen dacar buruq salaaxley iyo meelo farabadan maanta way ugu dambeeyso xanuunkan maanta jirina wuxuu macadka culunta caafimaadka iyo macallimiintiisa maamulkiisa ardaydiisa iyo dhammaan shaqaalaysuba waxay u ballan qaadayaan bulshada reer Soomaaliland inay diyaar u leeyihiin wixii aqoona iyo wixii tamara iyo wixii awoodoodaba inay dalkooda iyo dadkooda iyo shacabkooda reer Soomaaliland u hurayaan macallimiinta macadka ka shaqeysana waa kuwa iminkaba heeganka u ah inay ka hawlgalaan ama u adeegaan maxayda xanuunka dadku ku soo dhaco coronavirusku inkastoo uu dowl ahayn ugu muhiimsanahay tahay in la kala fogaado example waxaanu ku soo bixinay markan imika dibadda taagnayno kale macallin walba macallinka kale wuxuu jiray 3 mitir bulshadeenna tusaynay kala fogaanshuhu macnuhu leeyahay xanuunka in la kala fogaado unbay daniin loogu jirtaa anaga hadalka sii dheereynayn waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha macadka culunta caafimaadka Marwa Naciima oo intii ay macadka joogtay Ilaahay khayr siiyay wax badani ay macadka iska bedeleen haday tahay in kartidiisa iyo horumarkiisa dhismihiisa agaasimo ku soo dhaw Naciima Hussein waxaan leeyahay Ramadaan Mubarak in waxa lagu jira intii ugu dambeysay Ilaahay in Ramadaanka maqbuulahay nooga yeelo Ilaahay subxaana taala isaga weynay in ma afaadadan haynaga nabadgeliyo culayska dunida saarna ilaahay ka qaado subxaana taala marlabaadka wax maanta farxad weyni ah inaan xusayno 29 guuradii ka soo wareegtay
لصون قشدة قرنية من السومالان أنا قوم أنت سيد دفرنا حسينا إن الأركتين موي أنا جا إيه أرضي ذيدو يوم علمين تيدو تيم كي جوا حنوكا قاضنا قيب آد والحاد بدن أنا جا أوه جامني أو علن كيس ده أنا ركعي أحمد عبدي واكني أكفر ليه ما شاء الله مالين فرحان لي وين أي مر والبنات هاي ما أنت سا وحنو كحصينا سي كدوين أو أهفدا إن وصفوا لي على طيلة هي نجني بتجليه أنا مجرد سوى يجلين كصمان إنه وحن ربع إنا نرى هذا همبلية 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 سجال لا تقول ذاك سوى ركتي إن محل إذا هذا قرني بدي سومال لان أيان ربع إنا همبلية يو إن وحن ربع إنا نروح وين ضل نبضة سومال لان وضل نبضة وضد الشعل وضد وحوض قفصدة وضم بركيسن معلن كستاء إمك دلاستري يرسكي أيام خير كي كسوه إرتا رمضان أي سومال لان صقشة تدخل ذا فحري هاي لدعينيو إن مركا وحن أشيغينا عالمك إن أنو نهاي دد إسوذا هايستا أو آن أنو ميل وحدنين أمو وحي حنمنين أقوانسي هاولا هاي قوي كلا سعودان ما شاء الله إن أنو نهاي دد إس هايستا إلا إباع مشتر إلا شعب إلا دولد إلا قف واليبا وترسيني هاي وقرن لماذا سوماليا مقدسك وقدريو كان مدي هاي ومديسة هذا أمد السدع نقطنا ده حرية مالو مح حرية وانو هاي السنة أقانسي مالو مح ناتو مركا هولا هيو وينوك لسعودان تانا وحب بروف كرين يا مانتا كوفيد 19 ككهر تجيسي لفل كتاجي هاي وزارة عافيمات كا أو أنو كمدنا هاي أو نسكول دولية أو قالية أو كمدنا وزارة عافيمات كا أيان آذية أنا وهم بلينيا مشرت عالم كا إلا أمريكان مشرتو إن وعيقلين لقد دقيس تلفونك إلا إسلانتي نيميغة ماشي وقفوق شوكتي أيا لقارسي تانا محاكياني تاو حاكياني وحوضا قبسيقا يوضا تشيدا آنا نمانتا وحبك الله لهين لا اندوان وقوم هادين يا دادك علمي قوي كاقا قيب قلي حولوي كاقا قيب قلي حوقوي كاقا قيب قلي لو مكا لهارين بهذا ميريا ذا آذي آذبانيغان وقوم هاد نقيا وايا وحاليري إيش يا دكتا دأوينو inta meelood ee laga dhageysanayo maanta koofid halka maraya iyo koortagiisa ayaydu nacaayba marka taasi waa taa hadaba in kulli macallimiintaydu way ka hadleen taariikhdi iskuulka waa laga hadlay in oo lagaga hadlay maanta in dadka ka shaqeeya major hospitaliska xanaanooyinka sheybaarka waa dadkii iskuulkan ka amba qaaday ilaa 1930kii dad buu soo saaray waxaanan oran karaa بقول كي بس سجاشن خلكم يكسب بلابين يعني واحد كسي درسين ما جرينا ماستر لا في اليوحة لكن هلكم بيكسب بلابين إسكول كان يوا إسكول كي دولدة وإسكول كي كوميونتيجا وإسكول كي دتكا وإسكول كي قبل الله ضار دن إسوي مادن وهلك لقط توابرة دت تيالة لقط توابرة مسؤوليتنا واحد كسر عن قف والبا إنه قيبتي سكسو وكسو وكسو بحق ما أنت واد أكدي إن بعض عافية ما تقول كي إنه تاجن تاعي ما أنت واحد كتير عن بعض عافية ما تكو فرونت لاين كا يعني جرمدو إمرجنسية وانك قيب قلاي مركان مريكا نشوفه حين كقيب قلاي كي هايتي أو دول قريرة دول قريرة كحب لما كلا قاعدين لما نكلا إردوبي لما نكلا عرنا هين أنا قا جرب كجرب كسكو هينا أي عروت حبالها إيو مالي كده مين لقصو ساري ما أنت واحد إنه يمي حنون لكلا إردوبيو حنون لكلا قاضيو حنون كفاف هي إسكو دوان شاء حنون كفاف هي وتال اللي هي 1 متر سكوتشر سده حنون او باهان اقون او دفرينتي ماركي لو شيغو بعدي عافيمات كو اني فسشا اما كهدان اكزامبل كسو قاده ماركا لغرا 1 متر قفكه كدرق او لميدا مخو هاي 3 لميدا 3 فيت او دبليو اتش او غايدلاين كاميدا اما هي اد او قابلسن قرمدي ميد عافيمات كو دن waxa lagu leeyo qofku marka labada gacmood sa u fidiso waa inuu taa ku jirsamaa hadaba qofku فرنتي والله قرية بهذي عافيمات كي وحنو النهاي هذي دخاتيرة تي هذي نارس تي هذي شيء بارتة هذي أملسوين تي وش الرحة يي إيه أول على الواحد اللي يقول لك على درك إيه هو يهاي أفكي شرها يوعب على عافيماتك تاسوا إيس يو أفكي بدك شيء جسا لكن وحويان كورا أفك هالست كشرة إيسا قال لفت جسا أفكي كارجيفر أقى أفكي حنون كلا جهلاي بهذا عافيمات كنا أذبنوا هم بلينا يا إلهي دي بدبادية
حنون كان سبحانه وتعالى انت بوقتنا هي نغا بوكسيو انت دمتي الله هو نحرس اسغا وينو واحدا ان وحا كلا او ان هلكان ان 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 يادنا ما خلينا داي ان كخوجينيا اون لهي ما انت وحا جيرته ولا العيدي ددكي اد با لا اسكو دخ قاديا اد با لا اسكو دخ سودا ما شاء الله سوماليلان وا دد جيل ما انت قف ان ايدهين ما جيره الا قف غير جيد كو اسفريا جاركيسي با تاغيراي يا oo wadad istaageera wadad istaakuleeya wadad indhaha isku haya maanta wali bi xoog balays wax haya qofka qofka ku xiga ayuu eegaya ma cunay ma cabay ma buka ma talaabsanaya iyada oo dawladeeni iyo dadkeeni maal qabeenaduna ay kaga jiraan meel aad in laf dhabar u ah ay inoo kaga jiraan marka walaal waxaan leeyahay muwaadiniinta waxaan faraya walaal please fariinta dhageyso walaal waxaan ku faraya fariintan dhageyso waxaan ku farayaa walaal fariintan marka dhageysato ku dhaqan ya waxaan ku leeyahay walaal hadhaysan waxaan ku soo xirayaa walaal badbaadi naftada badbaadi dalkaaga badbaadi naftada badbaadi dadkaaga iyo dalkaagaba hawshana ilaahay idinkii in yar noqotee hays onani waa lagu baahan yahay lagu ma baahna hawshan waa lagu baahan yahay qofol oo maanta Soomaaliya laana boo loo baahay baxda caafimaad ku feersan noqoto saasan kaga baxayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh imigana waxa ku soo dhaweynaya Ahmed Cabdi Jaamac oo kamida macallimiinta macadka ahna PhD ga gobolka soo ku soo dhaweey Ahmed Cabdi billahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala nabiyina Cabdi aan maanta way tahay xuskii sanad guurada 17ka May waxa sharaf weyn yah anigoo ka mid ah macallimiinta iskuulka caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo maamulka caafimaadka gobolka inaan kala soo qayb galo xafladan qaaliga ah ee lagu xusayo 17ka May laguna bixinayo wacyigelin ku saabsan xanuunka COVID-19 maanta oo kale maxadka culunta caafimaadku wuxuu ka mid ahaan jiray rukunada waaweyn ee ka qayb qaata ee ka muuqda ee laga dheehdo fagaarayaasha lagu soo bandhigayo maalinta qarannimada 17ka May waxaase maanta aan ku xusanaa wajigii ka duwan waayo waxa saameyn ku yeeshay xanuunkan caalamka oo dhan wax ka bedelay ee bedelay isku imaatinkii iyo meel wada joogii ee xataa waxbarashadii tooska hayda galaasada la isku yimaanayay laga fasaxay maxadkan culunta caafimaadku kuliyadihiisa kala duwan iyagoo ay hoggaaminayaan hormoodada kuliyaduhu waxay ka muuqan jireen fagaareysha waaweyn waxaana ruku weyn ka ahaayeen xuska ay ka qayb qaadatay sanad kasta wasaaradda caafimaadku ee qaranimada Soomaaliland waxaase iyana Ilaahay mahadiya oo halkan ka cadeynana in maxadkii culunta caafimaadka macallimiintoodii hormoodadii kuliyaduhu dhammaantoodba ay heegan buuxa ka galeen la dagaalanka cudurka saameeyay caalamka ee Soomaaliland qayb ay ka tahay ee lagula dagaalamayo ee lagaga hortagayo ee lagu daaweynayo dadka halista ugu jira xanuunkan COVID-19 waxaan hambalyeynayaa goob kasta oo ay ku sugan yihiin oo xuska ka xusayaan maanta 17ka May dhammaan hormoodadii iyo ardaydii kala duwanayd ee iskuulka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadku waxaan leeyahay halka joogtaanba sidii hore loo sheegay nafurayaal baa tihiin waxay idin wadaan hawlaha caafimaadka waxay idin ku jirtaan shuftiyadii oo waxay idin heegan ka gashaan goobaha caafimaadka waxay idin wadaan wacyigelintii ha ka daalina wada wacyigelinta weyn wadayna gacanna waxaan kula dagaalanaynaa cadaw kasta haduu yahay cadawga aan muuqan markii horeba inagu aynu u toobaranahay ee ay ilmi qabatiga ah uu ka mid yahay cudurkan adduunka adduunyada saameeyay ee coronavirus uu ka mid yahay sidoo kale waxaynu qayb ka ahaanayna qarannimadeena jamhuuriyadda Soomaaliland oo gacanna cadawgeen kula dagaalamayna gacanna waxaynu ku xusaynaa maalinta inugu weyn ee la soo noqoshada madax bannaanida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ah biyo kama dhibcaanka ayaynu ku xusaynaa gacanna waxaynu kula dagaalamayna cudurka muuqda ilmi qabatiga cadawga muuqda iyo kaan muuqanba waxa kale oo aan aad iyo aad u dhiirigelinaya oo maxadka culunta caafimaadku idin soo gudbinaya
bulshada waxaan ku amaaneynaa inta qaadatay inay ka hortagii sameeyaan oo ay qalabkii la xidhanayay iyo kala fogaanshihii ay sameeyaan. Waxase kale oo aanu doonaynaa inaanu halkan yeelan aanu idinka wacyigelino inaydan qalabkii ah xidhateen ee koomadahaakii afka lagu xidhanayay iyo kuwii gacmaha gashanayay inayna markaydan isticmaashaan suuqa ku daadin oo aanay dabeetana carruurtii guran oo haddana aanay afka gelin oo haddana halkaa halis kaloo caafimaad aanay ka soo wajihin ama wixii laga cararayaba aanay man. Marka walaalayaal, waxaan idin soo gaadhsiinaynaa inaydun taladan qaadataan kala fogaansho hadday tahay iyo ka hortagga qalabka la xidhanayaba ay tahay, isla markaana aad dayactirtaan oo aydin ilaalisaan wixii aad xidhateen in meel ku habboon lagu rido ama la gubo. Waan hambalyeynayaa, hambalyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Macalimad ka mid ah macalimiinta iskuulka Jimcaha Xuseen Axmed oo ka hadli doonta iyadu calaamadaha iyo saameynta xanuunkan leeyahay. Kusoo dhawan Jimcaha Xuseen. Maanta oo aynu halkan isugu nimidno in aynu xusno sanad guuradii 29aad ee qaranimada Soomaaliland 18 May, waxaa si dadkii horeba soo sheegeen aad looga qayb qaadan jiray maalinta 18 May barnaamijyada socda qayb la xalli ka qaadan jirnay annagoo ah maxaan ku dhahday wasaaradda caafimaadka oo halkaa ku xusi jirnay. Laakiin maanta way ka duwantahay sidii hore. Waxa weeyaan sida la sheegay waa hoygaaga jooga calankaaga hagoognow. Marka taas annagoo ka duuleyna sababtaas loo yidhi hoygaaga jooga calankaaga hagoognow, dhibaatooyinka dhacaya aynu ka wada dheregsannahay iyo xanuunadan caalamkii halakeeyey ee kala xidhay ee Soomaalilandna aynu ka wada dheregsannahay sida ay maxaan ku dhahay maanta ay ku tahay, ayaa halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa wixii nagaga maxaa ku dhahdaayay habboonaa in aanu ku bedelo xuska 18 May. Taasna intii iga horreysaba ka soo wada hadleen, laakiin waxaan inta badan sida qarankeenu uga hadlaayo iyo idaacadaha TV-yada xataa in lagu soo diro message maxaa ku dhahdaayay codkii telefoonada, haddana dadkeenu weli way ka dhega adag yihiin. Garan mayna sababta ay tahay iyo dee waxay u jeedaan halka caalamka kale aad arkaysay dadkoodu hoggaansan yihiin awaamirtii dowladooda ay u soo jeedisay. Marka waxaan isleeyahay dadku iyagunba iska daalay, dadkeena hortay dhagaha umaba daloolaan. Marka sida caadiga ah annagu waxaanu fasaxnay ardaydii iskuulkii lama dhiganayo, iskuulada dhan way wada xidhan yihiin, laakiin waxaan shaqada kaga jirnaa halkeedii. Macalin kasta, arday kasta ilaa maamul waxa ay si toos uga soo jawaabaan su-aalaha nagu soo dhaca ee ay bulshadu naga weydiinayaan, sida looga hortegayo ama sida calaamadaha uu leeyahay waxaasaan isku arkay maxaan sameeyaa. Annagoo halkaa ka bixina talooyinkii iyo wixii caafimaad ahaan annaga nagaga haboona qofka inaan u sheegno ama inaan u dirno goobihi la isku baadhayay ama inaan talo siinanana dee waxaasaa saasa kugu haboona saa samee. Laakiin iminka haddii intaa uu sii dhaafo xanuunku ilaahay inaguma sii dhaafi ilaahay naga soo afjare diyaar waxaan u nahay oo balaanka iyaga noogu jira inaan qorsho cusub oo waji cusub aan la nimaadno oo iminka dabka daawaha noo saaran. Qorshayaashaas ay ka mid yihiin in aan annaga ardaydii iyo macallimiintii iyo maamulkii halkii kaga guryahooda ay awal ay fariimaha ka diri jireen in aan annagu dadkii u tagno oo aan guryahooda ugu tagno balse mugli aanuga soo dhaadhicino. Waayo intii u dambeysay iminka Rabadaan waxaad arkaysay ciidihii iyo maxaa ku dhahday dadkii say u alaabaysanayeen inaanay warba u haynin is-ilaalintii. Taas runtii annagana aad noo damqaysa. Marka waxaan doonaynaa haddii Ilaahayba kama dhigay ay waxaan uu sii jiro inaan dadka guryahooda ugu tagno meel kasta oo aanu gaadhin fariimahan iyo cid kastoo ka dhiga adagba aan annagu ka soo dhaadhicino, isla markaana aanu soo saarno maxaan ku dhahdayay newspaper aanu fariimo ugu gudbinayno bulshadeeda, isla markaa aanu ku yeelano TV-ga qaranka inaanu fariimaha aan dadka kaga wacyigelinayno aanu u soo dirno. Marka mar walba annaga iskuulka caafimaadka da'diisa iyo taariikhdiisa halkan laydka soo sheegay diyaar wuxuu u yahay bulshadiisa in uu si weyn ugala qayb qaato ka hortegidda iyo maxaan ku dhahdaa in hoos u dhaco tirooyinka aad maalin walba arkaysaa in tiro la helayo iyo dadka inta badan guryahooda iyagoo xanuunsanayaba jooga. Dadka qaar baa lagu leeyahy marka ay calaamadihii iyo wixii ay isku arkaan waaba aamusayaan, dadkiina ma daynayaan heblaaya xanuunsan ma helba xanuunsan la soo wada booqanaya, halkaas wixii kasii faafaya u sheegi maayo xataa waan hargabsanahay joog xumad baa xaafadii haysay joog waxaas ma jiraan. Marka dadkeenana waxaan u sheegayaa in ay taasna ay ogaadaan in haddii ay xanuunkan ama calaamadahan isku arkaan sidaan horeba ugu sheegi jirnay in ay tagaan goobaha la isku baadho, inay dhakhaatiirta ay khuseysa u tagaan, haddii aanay taas samaynin inay gurigooda intay joogaan dadkana u sheegaan in iyagu xanuunsanayaan oo aanay wixii sii faafin. Kolay fariimahayga intaa way kasii badan doonaan insha allah.
وحنا سلي هاي كل تباح يو وربحين والله هاي يا كوفيد 19 أنا قلنا فريما هاي يجي يو وحقبت هاي جوان الصوص عارض دنا إنت أنا ونقصي كدين دنا هالكاسن كسو جب جبين يا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هاي إن فرينا هذا قرط هذا كنا كشافه تدبي ترى قلب خلوه بارو كوفيد 19 تعيد كبحنا يا ورحنون ترى ودنيا دي ودم بك ترى ودنيا دي كلا حلاي شعب خاقين أدنى بيان وشكتين شعب خاق ودوينك خوقان معنى كوكو جرى مجردو قلب خلقو بارو كوفيد 19 كي وسارة عفمات كو هاي ساوا صح ولا أبروف غري وحي وسارة دو كليس كسا ميسا ما هاي عفمات كي أدونك أبروف الكريسي مع وحو صوص هارانا ووح لو كرسونان كرو وارون بلشيدا نتاها منتو شعب كين لولي وحان قدادعين ونسوقنا هين انداد ضيين اينان حرايسنان كري لكن كلف معناه وجوه هنا اللي نوشي يا وحين كلف وجاله قف بحيث أداد ويتها الميل تمام ده كويبيسو قف جوا حكاية بسنة يا تقولوا قف كاسو قلما كوسا فرصة يسوقوا تاجنو وحوجا كوتشلا وحكاية بي لبلا قف ولا هلا يا وحوجا يسكتشلا الميل هذا الكيس كلا جارد ميل قف جاني هودي سنو كسو جارين وحاف كيس كسو بحنان وكسو جارين كعنتي سنان وكسو جارين أم بثيف قف حنو صنا يا أنا حيتما حيت سيد الله نوشي قف حنو صني أنا ما هاي الجواب عافمات كي تدخل لجو بارو إيري وسارة دنوشي جد ميرا وسارة دنو عين توم ملتي جا ميرا لكن تدك برف عادي قال لجو بارو إنه قف تجمع أمرك على ما داي سقارك إيه وينو لمبر كتليفون كي وسارة دس ساقراعه وحيت ترى لصيانة وقاطه حنو كحطينه على مديس الشغله وحيلا وقوم يسوع حكم دا حمد فربنا بحنو كليه هاي هرجب كحطينه كل قانة قفع قف عيسو قف عهرين نقلنا ما هو قف عقلان وآدوا رك أو ضريع وحكلوا لي هاي أنت هروح له قف سكع العنب ويكون ليا اللي سفر بضم ويان ليا لابط وحنونا ساء قف النقص كا كل جية أنت هيدت النقص حلو النقص كل جية وامرك حالة دي سكعت تد بدن بقى لكن شراء واحد لكن مهم مرق حنون قاس قارك تين لجوا جادو هو يلا بتبادي وبها بتبادي ودد كين ووقفوا لبيه الكيس يو الكيس وتشعلي صحافة أنا وحن شعل هاي على قولنا كل اللي وتشوجا تي في قلنا كل وتشوجا إذا كلفت إنه لا حنو كان سيد الله ضع الله ما يسددك أن لجوع يجليه مهمة صارع وضي سلطان أمي الكه لنا معنا إنه ما سمعنا يو وح كنا معنا إنه ما سمعني قرني بدأ إن نجا وح كري عقبات كوي وقبيالة قبيالة دحنون اللي نجبت دويني سو قرنا إنه ما درسه لكن مركن إنه الشعب رئيس ومالنا نومي ده يصنع قرنه أيه الواح الواح وحقب صكرة وردنت جود بينك وناس ضم تجارك وحين الوضلا أنا هاي أيه كون ناس وحقف كل لي هذا عشتال كين جود ونقطع عشتال كأفرك وقوق على سر يوم عنا وصمانية إن قدي وإنه كوبت بعدين مرك عدت كين وحنو سوتشيدين هذا جان عصتة هاي هذا عدك صتة هاي دنت جود أيه الواح جنتنه